بنجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية اصداء الهزيمه في نادي سموحه، الهزيمه الثالثه لنادي سموحه في الموسم الحالي. المهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره نادي سموحه بيصدر قرار بايقاف مستحقات لاعبي سموحه وخصم 50,000 جنيه من كل لاعب. كابتن وليد، ايه السبب النهارده في هزيمه سموحه؟ التوفيق فقط. يعني خد بالك، احنا طبعا بنشيد بالكابتن ايهاب جلال وبفريق الاسماعيلي، لكن كمان سموحه مقدم مباراة حلوة قوي. صحيح. وعندنا من الحالات وعندنا من الفرص تحديدا كمان في الشوط الاول، اول الشوط الاول. أيوة. يعني خد بالك، الشوط الاول كان سموحه كمان راكب الجيم شويه، لدرجه ان الكابتن ابو جريشه قال لك لازم الكابتن ايهاب يقفل نص الملعب، وبالفعل ده اللي عمله الكابتن ايهاب بين الشوطين. فسموحه مش كل المباريات على فكره، عنصر التوفيق ده مهم جدا. يعني اتمنى دايما واحنا برضو بنحلل نشيد برضو بالفرقه الثانيه دي، مثلا بص دي واحدة أنا طالبها دي تقريبا في الدقيقة 17. أيوة. جون. لا، واللي بعديها كمان تصويبة سموحة. أنا بس شايف إن أدائهم النهاردة فردي زيادة. بزيادة. مصطفى فتحي فردي، عبد القادر فردي، ديريك فردي. يعني بص دي، أوف بقى، أوف هنا. دي يعني ما ينفعش يا مصطفى في المكان ده تتلعب كده. يعني يا إما تكمل بيها كمان خطوتين. بص هو هنا استعجل، يروح بيها خطوتين كمان ويشوف الراجل ديريك ده هيروح على البعيدة يقدر يحطها له ببطن رجله أو يفنشها أحسن من كده. لكن صحيح. هنا هو على فكرة حطتها في الجون. يعني عشان برضو السادة المشاهدين، هو مش لعبها لديريك خالص. صحيح. لكن دي برضو واحدة برضو مش مصطفى اللي يعمل كده. يعني لا، دي اللي عملها كويس لعبد الكبير الوادي. في واحدة عملها بوش رجله الخارجي سهلة قوي. صح. يعني جون برضو اتعملت بشكل وحش هنا، برضو ما شوتش هنا بالعرض لديريك جون، وديريك فاضي اصلا. فردي كتير، وواضح ان كل واحد عايز هو يجيب الجون. صح. عكس الاسماعيلي كلهم بيلعبوا بعض. كل الفرقه بتلعب بعض، مع ان دي على فكره ما كانتش السمه المميزه لسموحه في اللقاءات اللي فاتت. يعني كانوا بيشتغلوا شغل جماعي اكتر حقيقي، وكان الهدف هو يجي بحسب الموقف. صح. ما تبقاش انت مركز ان انت اللي تجيب الجون. لكن اشتغلوا، بصوا الفرص قد ايه. دي هايلة. اي واحده من دي تيجي الجيم يتغير، السيناريو. صح. بيتغير، خصوصا لما يكون فرقتين كبار بيلعبوا بعض. صحيح. دي نقطه مهمه، السيناريو بيتغير على حسب التوفيق. يعني لو فوز الاسماعيلي النهارده على فكره لا يغفل تماما اداء سموحه واداء الكابتن احمد سامي اللي عامل حتى الان بصراحه مفاجاه في الدوري، يعني مع فرقه سموحه. وبصراحه اتكلم فيها الكابتن ايهاب جلال بشكل رائع. صح. رائع. قال لك فرقه تقيله وانا بحضر لها، لازم كنت اقفل على. صح. مفاتيح اللعب وبقدر الامكان حاولت، لكن جالهم فرص. الراجل قال بصراحه. فانا شخصيا مش مع دي جول برضه. لو عبد القادر خطف، بس انا عايز الدقيقه 24 في الشوط الاول. يعني دي بالنسبه لي ده الشوط الثاني يا جماعه. لو دي بالنسبه لي، بس دي 24 في الشوط الاول بالنسبه لي مهمه جدا، لانها فرصه. مصطفى بصراحه خطير. مصطفى فتحي واحمد عبد القادر الاثنين لعيبه جامدين جدا بصراحه. انا شخصيا مش مع ايقاف المستحقات. مش مع الخصم ده، انا شايف ان ده قرار خاطئ من وجهه نظري طبعا الشخصيه. مفيش ما يدعو، فرقه ماشيه كويس جدا. وبعدين هي النتيجه بان تقيله دي اللقطه اللي انت عايزها كابتن. يعني اقف وهو بيشوط، هو هنا الانسب انه يشوط ولا انه يحط لمصطفى فتحي انفراد؟ يعني هنا بحس ان النهارده كل لعيب هو عايز يجيب جون. حتى ديريك كمل، بس اقف هنا، اقف هنا، احط ببطن رجلي بالراحه، اودي الراجل مصطفى انفراد. صح. لان كمان الناس اللي على 18 طالعه لك. صحيح. ولا تشوط، انهي نسبتها اكتر؟ لا طبعا السرور المصطفى. صح. طبعا. حاسس ان عبد القادر، مصطفى، ديريك، كل اللعيبه اللي موجوده، حتى حليمه لما بيزيد، حتى عبد الكبير الوادي، كله عايز هو يجيب جون. فانا من وجهه نظري ايقاف المستحقات ليه؟ سموحه في المركز الرابع. صح. مادي اداء كويس قوي، لسه كسبان بيراميدز 3. سيناريو المباراه انا من وجهه نظري برضه مفيش تقصير من حد. هو والنتيجه تبان تقيله، بس هو الثاني والثالث جم في دقيقه 84 و88. يعني وجيم رايح جاي. بالزبط. جيم رايح جاي. يعني هي النتيجه الطبيعيه النهارده مثلا حلو من الفرقتين 2-1. يعني. صح. خلاص التوفيق مش معاك النهارده خالص، والموضوع فتح منك، بس في الاخر معرفش، ما بشوفش ان يعني كده انا بتعامل بالقطع. انا اشوف ان التعامل دايما يبقى على مدار 4-5 مباريات لو. صحيح. شايف ان في تقصير من الفرقه، لكن طبعا ده شان داخلي. كل فريق او كل اداره
بتعمل اللي هي شايفاه صح، لكن من وجهه نظر انا الشخصيه ان سموحه مادي ومادي مع الكابتن احمد سامي كويس قوي. هنشوف هل القرار ده يجيب نتيجه ايجابيه ولا يجيب نتيجه عكسيه.